عدد الحجاج الذين وصلوا لغاية الآن 6039 حاج في حوالي 25 رحلة، عدد المتخلفين 130 حاج، عدد أعضاء البعثة 126. لا زال هناك 3 رحلات حتى يصل للنصاب العدد الكلي وهو 7830 حاج، 7330 حاج من حجاج القرعة وحجاج كبار السن، 500 هم حاج الإضافات الذي أضيفت إلى البعثة. بالنسبة للوضع القائم الآن، الوضع العام، الوضع يسير إلى الاستقرار، يسير من أفضل إلى الأفضل. كانت هناك بعض المنغصات وبعض الصعوبات واجهت البعثة، ولكن البعثة الطبية وخاصة والتي أنا منها طبعا، لكن الحمد لله. دكتور عبد القادر، دكتور عبد القادر، فيما تمثلت هذه الصعوبات؟ في ماذا تمثلت؟ الصعوبات تمثلت في كبار السن، في وصول عدد كبير من كبار السن المقعدين، في هناك يعني بعض المرضى الأمراض المزمنة اللي هي متقدمة جدا، أمراض الكلى، الفشل الكلوي حتى هو، تعاملنا معهم بحمد الله بمهنية طبية، حولنا الحالات الفشل الكلوي الحمد لله يوصل 3 مرات في الأسبوع، تعاقدنا مع أحد المستشفيات، حالات 5 حالات في المستشفى الحمد لله وهو من مصراتة، الأخ سالم محمد إبراهيم من مصراتة مواليد 1964 صغير في السن، سبب وفاته تغلب ضبحة صدرية ويطوف بوالدته. هذا نضيف الى عدد الى العدد الوفيات وهم 3، اللي هو علي مبكر همالي من المدينة. نعم دكتور، يعني القرعة. نعم عندما تحدثنا من جانب نعم تحدث من جانب عطية، محمد عطية من الجليل 94 سنة، 3 طبعا اتقدم باسم البعثة بالتعازي الى اهاليهم، واقول لهم حسن الخاتمه هذه ان شاء الله تكون لهم ذخر لهم في الجنه باذن الله تعالى. نعم. إن ما تحدثنا دكتور من الجانب الاهتمام، هناك اخبار متداوله على ان الحجاج يعانون الاهمال وسوء الخدمات من قبل اللجنه المكلفه، كيف تردون على ذلك دكتور؟ هذه اولا انا لا ارد الا بما هو موجود، يعني ما استطيع الا من يقول هذا الكلام ويدعي هذا الكلام ان ياتي الى فندق انجم ويرى كيف يعمل اللجان. لا اقول لك بان العمل بيرفكت يعني 100% يقوم مثلا العمل يعني قائد 100% وعلى اتم الوجه، هناك بعض الصعوبات، ولكن الاهتمام بالحجاج، الاهتمام بعض من الحجيج حتى يعني تكلم في الاعلام وقال بان هذا يعني الرعايه الصحيه لكبار السن وخاصه المقعدين انهم يجدوها حتى في بيوتهم، يعني فهمت؟ هناك واجهنا صعوبات، هناك واجهنا كبار سن اتونا من غير ادويه، هناك كبار سن اتوا الى هنا بدون يعني مصاريف الحج، اتونا يعني بعض كبار السن بادويه يعني صناديق فارغه، فتعاملنا معها والحمد لله الان نحاول بقدر المستطاع نقوم بعمل، والان هناك خطه للتعامل مع هؤلاء اثناء المشاعر. هذه الخطه يعني أفضى به الاجتماع الذي كنا فيه الليلة قبل البارحة، وقلنا نقوم بحصر هؤلاء كبار السن والحالات المقعدين، نقوم بحصر والتعامل معهم بطريقة وبمهنية طبية خاصة تكون لهم الرعاية الصحية كاملة، وممكن حتى أن احنا يعني ما نمشوش بهم بمنى، نرجع بهم إلى مكة ونكلف من يرمي عليهم ومن يطوف طواف الوداع والإفاضة، ثم نرجعهم إلى ليبيا سالمين غانمين، نحاول أقل الأضرار، أقل ما يمكن من أضرار. الأمور ليس بسهلة، ليس ببسيطة، ولكن العمل قائم إن شاء الله يتجاوز كل هذه الصعوبات. نعم دكتور، هناك سؤال ربما يعني يدور في أذهان المشاهدين الآن، لماذا هذا العام لم يكن هناك مرافقين للحجاج، وخاصة أن أغلبهم من كبار سن كما ذكرت حضرتك ويحتاجون لرعاية خاصة؟ أستاذتي الفاضلة، كان القرار واضح وجلي منذ البداية بأن هناك أناس لهم سنوات القدم رحمة وشفقة بهؤلاء الناس ومساعدة لهم لتقديم يعني فتح باب كبار السن، كان هناك كلام دقيق جدا وواضح بأن ليس هناك مرافق ولا يجوز أن يمشي أن يكون من ضمن البعثة هذه السنة إلا من هو يعني صحيا لائقا بلياقه كامله صحيه، يستطيع ان يمشي ويستطيع ان يدخل الحمام لوحده ويخرج من الحمام لوحده، وكل هذه الامور كانت صح. وبعد ذلك يعني كلفوا لجان طبيه بالكشف على هؤلاء
حدث التجاوزات في هذه اللجان الطبيه، وانت تعرفي وضعنا في ليبيا، وضع كويس عارفاته ما هو مخفي على حد، حدث تجاوزات في اللجان، واتى هؤلاء الحجاج بطريقه خاطئه، ونحن نتحمل جزء من هذه المسؤوليه على هذا في هذا، ولكن الذي يتحمل المسؤوليه الاكبر يتحمل مسؤوليه الاهالي الذين بعثوا بامهاتهم وابهاتهم في هذا السن الكبيره. طبعا هم لهم عذر، يقول لك انه والله يعني في اخر عمره خليت حق الحج، لا يدركوا لا يعرفون بان هذا يعني هذا هو لمن استطاع اليه سبيلا، ولكن تعاملنا معهم. طبعا لا نظلم الجميع، انا نظلم بعض المدن كانت منظمه جدا جدا جدا، ومنها مدينه طرابلس طبعا ومدينه بنغازي كانت منظمه، والحديث الحقيقي اللي بعثوهم كانوا اغلبهم لا يصير صحيا. هناك بعض الاماكن لا نستطيع لا اريد ذكرها، يعني في ليبيا هم الذين بعثوا بهؤلاء الافواج من الحجيج المقعدين، ولكن قلت لك هذا كل الكلام خلاص مضى، لان نتعامل مع الوضع، هذا وضع امرجنسي، وضع طوارئ، نتعامل معه بذهنيه وبطريقه نحاول بقدر المستطاع ان اقل الاضرار تحدث، والحمد لله يعني الان شوفي البعثات الاخرى عدد الوفيات نقارن بها، انا نتصل بالسعوديه ونتم فيهم على عدد الوفيات في البعثات الاخرى، الحمد لله نسبه وتناسب 4300 حاج أكبر من 70 سنة، عندك 3 حالات وفيات لغاية الآن، الحمد لله نسبة مبشرة وتدعو إلى الاطمئنان، ونطمن أهالينا وناسنا في ليبيا بأن رانا نقوم بأقصى ما نستطيع من جهد، وهذا العمل يعني دوكومنتد يعني موثق ومعروف، وتستطيعوا أنكم أنتم قناتكم الوقع تستطيعوا أن تطلبوا مني نسخة